ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيب شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. من تساوي ما ذكر كله، تساوي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، تساوي الجميع. تقول يعجبني من حضر كأن قلت الذي حضر، يعجبني من حضرت كأن قلت التي حضرت، يعجبني من حضر كأن قلت يعجب اللذان حضر، يعجبني من حضرت كأن قلت اللتان، يعجبني الذين حضروا واللاتي حضرنا. من تساوي ما ذكر، ولكنها للعالم، تكون للعالم. أظهر العاقل. وما مثله ما كذلك تساوي ما ذكر، لكنها لغير العاقل. تقول يعجبني ما اشتريته، قلب. يعجبني ما اشتريتها، ساعة. يعجبني ما اشتريتهما، ساعتان أو قلما. يعجبني ما اشتريتهن، غير عاقل. ما اشتريتهن جمال على سبيل المثال، ما اشتريتهن، ولا تقول ما اشتريتهم، لأن هم لا تكون للعاقل وما لغير العاقل. فمن وما وأن كذلك. تقول جاء الضارب، ما الذي ضرب؟ جاءت الضاربة، ما التي ضربت؟ لاحظ أن ال كما هي، لكن الصلة توضح المراد. جاء الضاربان اللذان ضربا، جاءت الضاربتان اللتان ضربتا، جاء الضاربون جاء الضاربات. إذا لم تساوي الجميع. وهكذا ذو عند طيين، ذو عند قبيلة طي كذلك موصول مشترك. تقول جاء الرجل ذو سافر، والمرأة ذو سافرت، والرجال ذو سافروا، والرجلان ذو سافر، والنساء ذو سافرن. واضح؟ وهكذا عند طي شهر. سمع من كلامه لا، وذو في السماء عرشه، أي والذي في السماء عرشه. وكالتي أضل لديهم ذاته، كذلك التي مثلها عندهم ذاته. تقول مررت بذات سافرت لديهم، يعني عند طي يقولون مررت بذات سافرت، أي التي سافرت. والأرجح بناء على الضم، وقد تعرب الإعراب بالعنون السالم. تقول مررت بذاتي سافرت، ورأيت ذاتي سافرت، وجاءت ذات سافرت. ترفعها بضمة وتجرها وتنصبها بالكسرة. وموضع اللاتي أتى ذوات، كذلك قالوا في اللاتي ذوات، رحمك الله. تقول مررت بالنساء ذوات سافرنا، وجاءت النساء ذوات سافرنا، كذلك. وإعرابها الراجح أن يكون بناء على الضم، وقد تعرب إعراب العنون السالم، ترفع بضمة وتكسر مطلقا. قال جمعتها من أينوق مواريقي، ذوات ينهضن بغير سائقي، أي اللاتي. قال رحمه الله نعم. ومثل ما لا بعد ذلك لا، تكون اسما موصولا مشتركا بشرطين، أن تقع بعد من أو بعد ما. والشرط الثاني لا تغاب الكلام، وإلغاؤها أن تقدرها مع ما كلمة واحدة، أو مع من كلمة واحدة. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه إما بالجواب عليها أو بالإبدال منها. قال أولا صريح ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو، إعرابها ماذا كلها اسم واحد، وهي اسم استفهام مبني في موضع نصب، وينفقون فعل وفاعله، جاء الجواب عليها العفو. معناها أن ماذا كلها كلمة واحدة محلها نصب ينفقون. لكن هناك قراءة أخرى تقول ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو بالرفع. عرفنا أن ما لا إعراب ولا لا إعراب، إعرابها كما هي. ما اسم استفهام مبني في موضع رفع مبتدأ، ولا اسم موصول مبني في موضع رفع خبر. بداية أنه قال العفو، عندما جاء جواب مرفوع عرفنا أن ما مرفوعة، فهي كلمة مستقلة ولا كلمة مستقلة. قال تعالى وقيل لئن تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وقيل لئن تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ماذا كلها اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به، وأنزل ربكم فعل وفاعله. كيف عرف أن كلمة واحدة؟ جاء الجواب عليها منصوبة. ويا قيل ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بالرفع. ما اسم استفهام مبني في مضارع مبتدا، ولا اسم موصول مبني في مضارع خبر، وأنزل ربكم فعل فاعل. قال أساطير الأولين، عرف أن ما موضعها رفع، وإلا لم يصف جوابها. قال الآخر ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب، أبدل منها مرفوعا، عرفنا أن موضعها رفع. هذا نقول مثل ما لا بعد ما استفهامي أو من إذا لم يغب الكلام. والكوفي يجيز وقوع أسماء الإشارة
يجزق أسماء موصولة. قالوا من ذلك قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك قال وما التي بيمينك عدس ما لعباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طريق قال المعنى والذي تحملين لا عندهم اسم موصول. قالوا هذا سبقه التنبيه ولا يسبق إلا أسماء الإشارة قالوا ومع ذلك نعرفها اسم موصولة. أنا قوله قوله لم أسمعك. كل الموصولات الإسمية يلزم وعدها صلة على ضمير لا يقم مشتملة يسمى العائد بعدها ولا بعده وكلها يلزم بعده بعده كلها يلزم بعده صلة. تقول جاء الذي أبوه عاقل جاء التي أبوها عاقل كل هذا صلة. كأنك سألت وقلت له ما الصلة قال وجملة أو شبهها لا يصل به جملة أو شبهها. والجملة اسمية وفعلية وشبهها الظرف والجار والمجرور أو الوصف الصريح في هذا الباب يقال الوصف الصريح. فتقول جاء الذي أنا ما الداري جاء الذي في الداري شبه جملة. وتقول جاء الضارب الوصف الصريح في هذا الباب يشار إليه بأنه شبه جملة. أنا قوله وكلها يلزم بعد وجملة أو شبهها الذي وصل به كمان عندي شبه جملة الذي ابنه جملة كوفي. من بين الأسماء الموصولة صلتها وصف صريح وصف لم ينسلق عن الوصفية فيلتحق بالأسماء. تقول جاء الضارب جاء المضروب والسقف المرفوع والبحر المسجور وصف صريح لغير تفضيل. أما الوصف الذي ينسلخ عن الوصفية وصار اسما الحق بالأسماء لا يقع صلة لأل كالراكب والصاحب والأبطح والأجرع صفات سلخت إذا نطقت بها لا تقدر جريانها على موصوف. إذا قلت جاء الراكب كان قلت جاء شخص على جمل ولو جاء الحاكم كان قلت جاء زيد صاحب الحاكم. أرها؟ أنا أقول وصفة صريحة صفة وكونها بمعرفة لما أسمعك لا يكون الأفعال التفضيل الأفعال التفضيل لا يقع صريحة. لا تقول جاء الأكرم أرها؟ ونازع بعضهم في الصفة المشبهة. نعم ماذا قال؟ قد تأتي إمارة بالفعل هو الفعل المضارع كقولهم الحمار ليجدع الحمار ليجدع جاء صلة ول فعلا معربا وهي الفعل المضارع. قال ما أنت بالحكم ترضى حكومته ترضى. وجاءت جملة اسمية نادرا من القوم الرسول الله منهم رسول الله من جملة اسمية مثل الخبر. جاءت ظرفا من لا يزال شاكا على المعة فهو حليم بعيشة الساعة. أنا قوله وكونها بمعرض الأفعال قلب